لوب نتعرف مع بعضنا سوا. الهايبر لوب اسرع واذكى وسيله تنقل في العالم. يا سلام، خلينا نتعرف مع الصبيه كيف بالدي بي وورد بافليون عم يخترعوا لنا هاي الشيء. تفضل. طبعا هو فيرجن هايبر لوب متعاونين مع دي بي وورد عشان يسوون هالهايبر لوب هنا في دبي. واو، كيف يشتغل وليش هو سريع؟ هالكبسوله بتصير خلال تيوب. ايوه، التيوب بيشيلون منه ضغط الهواء، بيكون فاكيومد وما في احتكاك، بتكون في سكه حديديه مغناطيسيه. تمام. السكه الحديديه المغناطيسيه بتخليه اسرع بعشر مرات. أوه. من السكه العاديه. تمام. يعني في سرعته بتكون 1000 كيلومتر اسرع من الطياره. أسرع. يعني هو عباره عن انبوب، اذا انا فهمت الشيء. كبسوله داخل الانبوب. كبسوله داخل الانبوب وفيها مغناطيس بيتعلق مع بعضه وبيقدر يسحبكم بسرعه اكثر من 1000 كيلومتر بالساعه. عارفين يعني قد ايه؟ يعني بتروحوا على ابو ظبي، على عين، على اي مكان، على اكثر من، يعني من ابو ظبي، من دبي لين ابو ظبي توصلون في 10 دقائق. 10 دقائق لابو ظبي يا جماعه. بدل ساعتين. بدل ساعتين زحمه رح نخلص من هالمشكله. شكرا جزيلا لك. اكيد رح اخذهم لفه ليتفرجوا على القالب الموجود للهايبر لوب لنعرف اكثر. شكرا جزيلا. بصراحه هلا رح اخذكم بجوله كمان لتشوفوا اجمل وافضل التصميمات الموجوده حاليا بدبي لتعرفوا كيف الدنيا عم بتصير في التغيرات الجديده. هي طبعا قوالب صغيره، نظام رقمي بيعتمد على كل شيء. ممكن تشوفوا المقروءات والمكتوبات اللي موجوده تحت على السكرين. هو عباره عن نظام كامل متكامل بيعتمد على هاي النقاط، منها النقل، الشاحنات الذاتية وأخرى بعديد من الأوقات لحتى تكونوا متواجدين ضمن العالم. طبعا دبي دائما تتوجه وتكون بالمقدمة الرقم واحد بالبلاد اللي بتقدم التكنولوجيا والأدوات الأسرع والأضخم. هذا الهايبر لوب.